تعالوا بقى نروح لزميلنا فاروق صلاح من فندق اقامه النادي الاهلي ونتعرف منه على اخر الاجواء هناك. اتفضل يا فاروق. تحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا مباراه في غايه الاهميه هي مباراه الاهلي ووادي دجله، المباراه المؤجله من الاسبوع 22 للدوري المصري، مباراه تتوقف عليها الكثير من الامور، مباراه مهمه جدا، ثلاثه نقاط في غايه الاهميه في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على الدرع وتحقيق البطوله رقم 43 للدوري المصري. خليني اقربك من الصوره اكثر. فريق النادي الاهلي كان ادى مرانه الاخير امس قبل الدخول في معسكر مغلق. مستر بيتسو موسيماني طبعا قبل المران كان عقد محاضره مع اللاعبين، محاضره فيديو، وقف على نقاط القوه والضعف في فريق وادي دجله ونبه على اللاعبين على اهميه هذه المباراه وضروره استغلال هذه المباراه وضروره عدم النظر لفريق وادي دجله انه بيحتل المركز قبل الاخير في الدوري المصري. شدد على ضروره استغلال انصاف الفرص، وقال احنا في مرحله صعبه جدا في الدوري المصري، لازم الثمان ماتشات القادمين نحسم الفوز، البطوله بايدينا، الفرصه في اقدام لعيبه النادي الاهلي. طبعا عقب المحاضره كان انطلق مران فريق النادي الاهلي، كان اللي ابتدى المران بجزء بدني خفيف، ثم يعني النواحي القططيه والتكتيكيه المستر بيتسو موسيماني اللي حاول ان هو ينوع شويه في التدريبات بالامس على الشق الهجومي للاعبين، ويحاول انه يستغل الكرات الثابته والاختراقات سواء من العمق او من الاطراف، او ود يعني بعض التعليمات اللاعبين لاعبي خط الوسط سواء اليو ديانج سواء السوليه سواء حمدي فتحي بضروره التسديد من خارج المنطقه، وايضا محمد مجدي قفشه. اقول لك يعني تفاصيل يوم فريق النادي الاهلي النهارده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. اللاعبون كان تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا، ثم المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني كانت في تمام الساعه 5:30. كابتن محمود الخطيب اللي دايما متواجد في كل وقت، يعني كان من حريصه ان هو يكون متواجد مع الفريق في مقر اقامه فريق النادي الاهلي قبل التوجه الى فندق، قبل التوجه الى ملعب المباراه. طبعا رسائل الكابتن الخطيب وتحفيزه للاعبين طبعا والجهاز الفني على ضروره الفوز في هذا اللقاء. طبعا لجنه الحكام كانت اسندت طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده ابراهيم نور الدين حكم الساحه، يعاونه سمير جمال مساعد اول، محمد عبد المجيد مساعد الثاني، وعصام بكر الحكم الرابع، اثنين على تقنيه الفيديو محمود بسيوني ومحمد يوسف. النادي الاهلي النهارده طبعا عنده مجموعه من الغيابات، الخماسي المنتخب الاولمبي طبعا الست لاعبين، الجهاز الفني للنادي الاهلي فضل ان هو يضم صلاح محسن ويريح خمس لاعبين طبعا الشناوي واكرم واحمد رمضان بكم وناصر في وطاير محمد طاهر. الجهاز الفني فضل ان هو يدوم مزيد من الراحه. الدكتور احمد ابو عبله قال لي طبعا على اختلاف عشان الساعه البيولوجيه ما بين مصر واليابان، فضل ان هو يدي مزيد من الراحه للاعبين اللي كانت بتشارك بصوره مستمره انه يريح الخمس لاعبين. طبعا اتمنا من خلاله على وليد سليمان اللي من المقرر ان شاء الله هينضم للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي عقب مباراه سيراميكا. لكن اقول لك النهارده تقدر تقول الرسائل اللي موجوده عند اللاعبين، الجلسات اللي بتعقد ما بين اللاعبين وافراد الجهاز الفني، دور اللاعبين الكبار في فريق النادي الاهلي سواء سعد سمير سواء رامي ربيعه مع عمرو السوليه مع حمدي فتحي مع حسين الشحات، اللاعبين الكبار كهربا وايضا محمد شريف والتر بواليا، مش عايز استثنى احد اللاعبين، وعلي معلول ودورهم مع بعض على تحفيز اللاعبين وايضا تواصلهم مع اللاعبين سواء محمد الشناوي ودوره النهارده ان هو يتكلم مع اللاعبين ويحفز اللاعبين. طبعا كان في اتصالات ما بين محمد الشناوي وايمن اشرف مع اللاعبين بضروره ان شاء الله استغلال هذا اللقاء ان شاء الله وتحقيق الفوز على فريق وادي دجله. ان شاء الله يا كابتن ايمن مباراه مهمه، ثلاث نقاط في غايه الاهميه، لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله النهارده قادرين على تحقيق الانتصار باذن الله والفوز واعتلاء قمه الدوري المصري. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح، ودي كانت الرساله من منذ قليل يعني قبل ما الفرقه ان شاء الله تغادر الفندق. وزي ما شفنا او سمعنا من زميلنا فاروق صلاح ان الاجواء مطمئنه، وان شاء الله برغم ارتفاع درجات الحراره ورطوبه عاليه قوي 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 اليومين دول، ولكن زي ما تعودنا من نجوم الاهلي هيكونوا باذن الله على قدر المسؤوليه وعارفين قيمه اللقاء كويس قوي، مش قيمه اللقاء ده بس، قيمه كل لقاء من اللقاءات اللي جايه. انت الكره في ملعبك، ما زالت حتى الان الكره في ملعبك، لو كسبنا الثمان مباريات كلها باذن الله بنبارك للنادي الاهلي بطوله الدوري ان شاء الله رب العالمين. لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يكونوا على قدر المسؤوليه ويكسبوا الثمان ماتشات باذن الله رب العالمين.